الإدارة الأمريكية يعني في موقفها هناك، يعني يمكن يكون احتياج أمريكي في هذا السياق لعمل انفراجة، لأن هذا ممكن أن تستثمر لدى الإدارة الأمريكية في الانتخابات الأمريكية. لكن واضح أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا يناور حتى مع الإدارة الأمريكية، يعني من جانب هو يستجيب لبعض المطالب، لكنه يضع كما نقول عصي في الدواليب، يعني يقول والله أعطي صلاحيات أكثر للوفد المفوض، فيعطى إعلاميا صلاحيات، لكن عندما يذهب الوفد إلى القاهرة عمليا على نفس الموقف. إذن ما هي الصلاحيات التي أعطيت؟ ما هي الخطوط التي أعطيت له أو السقوف التي أعطيت له كانت أعلى من السابق؟ لم تعطى له سقوف. إذن هذا واضح أنه هو بشكل ما أنه شكل مناورة، هو يستخدم الوقت لتنفيس حالة الاحتقان. ذروة الاحتقان جاءت بعد مقتل 7 من رجال الإغاثة الذين يعملون مع المركز المطبخ المركزي العالمي، وضجت الدول الغربية لأن هؤلاء ذوي البشرة البيضاء وذوي العيون الزرقاء، فبالتالي كان هناك حالة من الضغط سار على الكابينت الإسرائيلي فأخذ قرارات، حتى قرارات التي أخذها فورا بأن إدخال 500 شاحنة من خلال معبر إيرز عبر ميناء أسدود. طيب هذا الكلام لحد الآن لم ينفذ، إذن هو أعلن لكنه الآن قيد المشاورة ما بين الجهات الأمنية الإسرائيلية والمنظمات الدولية، هل يمكن أن يفضي إلى دخول المساعدات؟ إذن هو أعطى رسالة طمأنة، رسالة إيجابية أيضا على مسار المفاوضات، أعطى أيضا رسالة إيجابية أننا أعطينا الوفد صلاحيات إضافية سيذهب إلى القاهرة، وخلق جوا إيجابيا. وعادة لاحظ ما يا أستاذ محمد، أنا في كل جولة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي يحاول دائما إعلاميا خلق أجواء تشي بأن الأمور إيجابية، وبأن هناك تقدم في الموقف الإسرائيلي، وبأن هناك زحزحة على الموقف المتعنت السابق، لكن حقيقة الأمر أن هذا واضح أنه لغة تحاول أن ترفع المسؤولية عن الاحتلال لأنه موقف متعنت ومعروف أنه متعنت، وفي ذات السياق في محاولة الضغط كمان على الجبهة الداخلية الفلسطينية، لأن أمام الكارثة عندما تعطي الإنسان لما يكون تحت الضغط تعطيه نوع من الأمل بأن هناك انفراجة ثم تحصل انتكاسة، انفراجة ثم انتكاسة، هذا التلاعب السيكولوجي في نفسية الجماهير تحاول أن تشكل نوع من أنواع الضغط على الجبهة الداخلية التي تتحول إلى ضغط على المفاوض الفلسطيني. لكن أنا أعتقد أن الوعي الموجود لدى الجمهور الفلسطيني وفهمه وتجربته العميقة والطويلة في طريقة التفاوض الإسرائيلية تجعله حذر جدا من التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال الإسرائيلي طالما وضع عناوين تبدو أنها جميلة، تبدو أنها يمكن أن تحدث اختراقا في حالة الاستعصاء، لكن عند الذهاب باتجاه التنفيذ الآليات لا تجد، الآليات لا تجد، أزمنة لا تجد، كميات لا تجد، كل هذه القضايا تصبح محل مفاوضات بعد المفاوضات، وبالتالي يستهلك وقت إضافة إلى الوقت ويستنزفك ويستنزف المفاوض ويستنزف الجبهة الداخلية، وأنت تدخل في دوامة في التفاصيل، والتفاصيل هذه كما اتفاقيات أوسلو كانت الدولة الفلسطينية ستقام بعد 5 سنوات، نحن الآن نتحدث عن 31 سنة والوضع الحالي أسوأ مما كان، وبالتالي هذه تجربة غنية، تجربة ليست سهلة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتجربة حتى 6 أشهر هذه في المفاوضات في كل مرة وبالعودة لكل المحطات. صحيح. نعم هناك في محاولة للتلاعب في الوقت والتلاعب النفسي والتلاعب الإعلامي والضغط بشكل أو بآخر، لكن واضح أن دخول الوفد الفلسطيني إلى القاهرة ثم المغادرة خلال 24 ساعة والذي تم الحديث عنهم المصادر في حماس بأن الطرف الإسرائيلي لحد اللحظة لا زال على نفس الموقف، بمعنى أنه اليوم لا يريد وقف إطلاق النار، لا يريد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحتى عودة النازحين هي عودة نسبية كانت لا تزيد عن 60,000 عودة إلى مدينة غزة والشمال وبشروط أمنية وبأعمار ومعايير أمنية حقيقة، فكيف يمكن أصلا أن يسمح أي فلسطيني يسمح لنفسه بالقبول بإلغاء حق الشعب الفلسطيني في الحياة بشكل طبيعي